واحنا بنتكلم على الانجاز وبنتكلم على الانتصارات، على طول الناس بتجتمع عشان تحضر للمرحله اللي جايه في غمره الفرحه والانتصارات. اكيد ممكن ناس تقعد تفرح شهر شهرين ثلاثه وتقول لك ايه، خلاص مش محتاجين حاجه تاني، اتنين سوبر وكده اتعشت والدنيا تمام. بس ده مش في الاهلي. ليه؟ لان الاهلي دايما عايز يسعد جمهوره، وجمهوره دايما ما بيدورش الا على المركز الاول. وعشان تشتغل وتعمل ده ترجع وتحضر للفتره اللي جايه بعد كاس الامم، داخل على دوري الابطال، الدوري العام، نهائي كاس مصر مع الزمالك، مباريات قويه ومهمه جدا في فتره زمنيه هتكون حاسمه في ختام هذا الموسم. امبارح كان في اجتماع مهم جدا عقده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مع الجهاز الفني بقياده السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي، في حضور لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح وعضويه الكابتن زكريا ناصف، وفي وجود الكابتن حسام غالي عضو مجلس الاداره، والكابتن خالد بيبو مدير الكوره، ودكتور خالد الجوادي القائم باعمال الترجمه. وزي ما انتم شايفين على الشاشه دي لقطات خاصه وحصريه على شاشه قناه الاهلي لهذا الاجتماع اللي عقد بالامس في مقر النادي الاهلي بالجزيره. الفريق وصل فجر الجمعه، الاجتماع كان بعد صلاه الجمعه، يعني بنتكلم بعد الوصول بحوالي 10 ساعات كان على طول في اجتماع عشان تبدا تناقش المرحله الجايه. انت داخل على انتقالات يناير، ايه التدعيمات اللي انت عايزها، ايه اللعيبه اللي ممكن تطلع للفتره اللي جايه عشان تاخد مساحه مشاركه عشان يرجعوا بعد كده، ايه المراكز اللي انت ممكن محتاجها. يعني كلام مهم جدا عشان المرحله اللي جايه. خلال اللقاء ناقش الكابتن محمود الخطيب مع المدير الفني تقييم المرحله الماضيه على كافه المستويات، وتطرق الى احتياجات الفريق خلال الفتره القادمه، والعمل على توفير كل عناصر النجاح حتى يستكمل مشواره بالنجاح الذي تطمح جماهيره، جماهير النادي الاهلي، على المستوى المحلي والقاري. يعني انت كسبان ومحقق نتائج كويسه، لكن في نفس الوقت عايز تشوف السلبيات اللي واجهتك في السوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه، وفي الدوري الافريقي امام فريق سان داونز لما خرجت في الدور نصف النهائي، وبالتالي لازم تحضر للفتره اللي جايه. عندك اجنده دوليه، في لعيبه تنضم لمنتخبنا الوطني، النهارده قائمه المنتخب تم اعلانها في 7 لعيبه، في 3 لعيبه محترفين كمان مع منتخبات مالي وتونس، ومالي وتونس فكروني يا جماعه، اليو ديانج وعلي معلول وبيرسي تاو جنوب افريقيا. يعني بنتكلم في 10 لاعبين من التشكيله الاساسيه عندهم مشاركه في كاس الامم الافريقيه، في لعيبه مع المنتخب الاولمبي، في لعيبه مع منتخب الشباب مع وائل الرياض، فبالتالي عدد كبير جدا مش موجود. عشان كده انت مش هتلعب كاس الرابطه خلال الشهر اللي جاي، لان انت مش هيبقى عندك عدد متاح تقدر تلعب بيه البطوله اللي هتقام في شهر يناير اثناء منافسات كاس الامم الافريقيه. تفاصيل الاجتماع وكواليس الاجتماع طبعا ما ينفعش نتكلم فيها، بس انا شايف في اجتهادات كتيره جدا بتتقال على الاجتماعات اللي بتتم، على الصفقات اللي بتيجي، وانا مش هدي امثله، بس افتكروا كده في 3 اسماء لعيبه، لعيب في الاهلي قالوا هيمشي ومش هيمشي، هو مكمل، ولعيب قالوا وقع للاهلي وجاي، وهو لا وقع ولا الاهلي تفاوض معاه وما جاش وجدد مع فريقه، وفي لعيب تاني اتقال لك على فتره كبيره جدا بقاله شهرين ثلاثه جاي وهو مش جاي. كلام كتير بيتقال يا جماعه سواء في اليوتيوب او على السوشيال ميديا او في بعض البرامج اللي بتحاول يعني تبقى ترند عشان الاهلي، لكن فلتر واتفرج. وانتقالات يناير جايه، شوف اللي قال مين اللي جاي وما جاش واعمل عليه اكس. فاكرين كمان لما اتقال يحيى عطيه الله لاعب الوداد جاي الاهلي؟ قلت لكم الكلام ده مش حقيقي ومش هيحصل، و90% من الاسماء اللي بتتقال على السوشيال ميديا مش جايه، والايام بينا اهي، في اللي جدد وما جاش، لكن انتوا عارفين الناس عشان يعني تحاول تقدم ماده اعلاميه فبتتكلم على الاهلي ولكن بمعلومات غير صحيحه، والايام بتثبت ده.